الفنان النجم معروف فريق، والفنان النجم الاستاذ نبيل مكرم، وزميلي النجم شريف نجم، ومعانا برضه الوجه الجديد شيماء حمدي. معانا مجموعه لطيفه جدا الحمد لله، زي ما حضرتك شفت العرض يعني. تمام، خد مننا مجهود وخد مننا وقت، ويا رب كريم يعني يبقى حاجه كويسه ان شاء الله. شغلك اللي جاي والله اللي جاي ان شاء الله كل حاجه في الخير، بس لحد دلوقتي ان شاء الله يعني في فيلم باذن الله ان شاء الله بعد العيد. وما اقدرش اتكلم في تفاصيل اكتر من كده، الفيلم خاص بالجيش، خاص بالموضوع العسكري يعني، ان شاء الله يبقى حاجه كويسه يعني. يعني بيحاولوا يناقشوا يقولوا للجيل الجديد اللي موجود دلوقتي ان كان في ابطال ضحت بنفسها وضحت بعمرها عشان خاطر يعيشوا في اللي هم موجودين فيه دلوقتي. له علاقه بحرب اكتوبر وحرب الاستنزاف وكده ان شاء الله. شغلك اللي فات انت خططت لان والله الحمد لله رب العالمين، انا كان حظي كويس اعتقد يعني الحمد لله كرم من ربنا اني اشتغلت مع مخرجين كبار ليهم اساميهم وثقلهم في المهنه يعني. انا خريج المعهد العالي في المسرحيه اكاديميه الفنون، واشتغلت مع الاستاذ يحيى العالمي، وكان يقال ان هو طبعا يعني كبير واكبر مخرج فيديو في الوقت ده. اشتغلت مع مسلسل اسمه خالد الصيل ومسلسل بنات افكاري، وكانت يعني بدايتي كنت لسه داخل المعهد، والحمد لله حظي يعني اشتغلت مع الاستاذ يحيى العالمي في المسلسل، وبعد كده جابني في المسلسل اللي بعديه الثاني، واشتغلت مع الاستاذ انعم محمد علي، اشتغلت مع الاستاذ تامر عبد الحميد، اشتغلت في مسلسلات مهمه مع الاستاذ نادر جلال الله يرحمه، عملت مع حرب الجواسيس وعبد كرمان، اشتغلت عدد مسلسلات لا بأس به يعني، عملت دور السادات في مسلسل صديق العمر والجماعه والعندليب كمان الحمد لله، يمكن عشان اكدت فيه فتم اختياري مره ثانيه. وانا بصراحه بحب الشخصيه دي، في ناس تقول لي ليه بتعملها ثاني؟ بتعمل السادات مره واثنين وبتاع. اعتقد لما بيجي لي الدور او لما بيختاروني هم عارفين ان انا عملته قبل كده، فبيختاروني بناء على ان انا الحمد لله اكدت فيه، وهم شايفين ان انا انسب ان انا اعمل الشخصيه، وانا بحب شخصيه السادات، بالنسبه لي بحس ان هي الشخصيه دي ملكي. يعني بعد اللي راح الاستاذ احمد زكي الله يرحمه، فبحس ان دي شخصيتي انا ملكي يعني بتاعتي الحمد لله رب العالمين، انا بوجدها كويس اذا كان صوتا او اداء او احساسا بالشخصيه، يعني الحمد لله انا قريب منها جدا. الفنان محمد نصر الشباب او والله انا احب اقول لشباب الممثلين او اللي هاويين فكره لعبه التمثيل على مستوى الهوايه يعني، نفسهم يبقوا موجودين في الاحتراف، مشوار طويل وصعب جدا، لازم تتعب ولازم تحاول مره واثنين وثلاثه وما تيأس، كمل، لان في ناس نجوم عدى عليهم عمر كبير جدا كانوا موجودين في الشغل في المهنه يعني في الوسط الفني بيمثلوا، ممثلين جيدين وهم اقوياء قعدوا فتره طويله لحد ما اثبتوا وجودهم. هي الوسط الفني ظروفه كده يعني، شويه حظ شويه توفيق من عند ربنا، طبعا اولا واخيرا توفيق من عند ربنا، ساعة الحظ بيخدم حد. الفنان يشتغل على نفسه. يشتغل على نفسه طبعا ويكافح، لو هو بيحب الحكاية ما يبقاش حابب التمثيل عشان يبقى مشهور ويبقى ممثل والناس تقف تشوفه ولا يلعب كورة عشان خاطر برضه بيجيب ملايين، مفيش الحسبة دي خالص، عشان هيفاجئ وهيصدم في بداية المشوار، المشوار صعب جدا مش سهل. مش معنى ان انا بعرف اقلد وسط اصحابي وبتاع وشايفين دمي خفيف انا بمثل، الموضوع مش كده خالص، الموضوع دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى خلقها في كل واحد فينا موهوب في حاجة. فالممثل او المطرب او الرسام او الدكتور او المهندس كل واحد ربنا وهب له حاجه، فايه يلعب عليها ويركز عليها وينميها ويحس والله انا كويس في المنطقه دي اكمل، مش كويس اشوف مكان تاني او اشوف منطقه تانية. بس في نفس الوقت الفن اصلا لازم يبقى هوايه يعني، حتى لو بيشتغل حاجه تانية وهو بيحب الفن يمارس الفن طبعا، لان الفن ده حاجه فيها رقي وسمو كده يعني. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله العيد الكبير على ابواب باذن الله، واحنا سعداء هنا في مطروح جدا جدا، بحر جميل وهواء جميل، بشجع كل الناس اللي بتشوفني دلوقتي ان شاء الله انه ياخدوا مطروح يعني كمصيف ليهم او يجوا يشوفوها. احنا بنعمل مسرحيه هنا الحمد لله رب العالمين، الناس بتقابلها بشكل كويس ومبسوطين الحمد لله، واتمنى ان شاء الله ان اللي جاي بقى احسن في الوسط الفني وفي الاعمال الفنيه اللي بتقدم للناس، يبقى في مواضيع مختلفه ويبقى في حاجات نرتقي بيها بمصر ونرتقي بيها بينا، يعني تبقى بترتقي بالدوله، ننمي ونوعي الناس بالحاجات الكويسه. بقى هو مطروح نظيفه، تعالوا نشوف مطروح شوارع دلوقتي نظيفه مهتمين بيها وبتاع، ايه المشكله ما تبقى كل المدن بالشكل ده ان شاء الله يعني، وكله في صالحنا وصالح ولادنا يعني ان شاء الله.